السادة المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة الملاعب الرياضية في كل مكان داخل وخارج الوطن الحبيب، مرحب بكم في حلقة جديدة من استديو الملاعب. حلقتنا في الليلة في استديو الملاعب نادي سباق الخيل الخرطوم. أول حاجة سعيدين جدا أن يكون بيناتنا الرئيس السابق لنادي سباق الخيل الخرطوم الأستاذ عبدين محمد علي بشير. مرحب بك عمنا عبدين، مرحب بك في قناة الملاعب وفي استديو الملاعب. في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة نشكر قناة الملاعب باهتمامها برياضة سباق الخيل، القناة التي أصبحت سرعان ما أصبحت عملاقة، القناة الفتية التي سرعان ما أصبحت عملاقة، ونتمنى لها يعني التطور، ونتمنى لها قولة الحق في كل مجالات الرياضة. ونشكر ابننا عمار مرغني، ونتمنى له التوفيق في عمله والنجاح، وإن شاء الله هو يعني من الأبناء الناجحين، من أبناء الخرطوم الناجحين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عمر عبدين، وشكرا لنادي فروسية، نادي فروسية، نادي سباق الخيل، على إنه ذاته قدرنا نعرف فيه حاجات كثيرة في استوديو الملاعب وفي قناة الملاعب الرياضية. الحلقة عبارة عن رد لحلقة فاتت كانت مع الأستاذ محمد محجوب سكرتير النادي الأسبق، يتحدث فيها وهاجم هجوم كثير، هاجمكم أنتم كمجلس إدارة عفوا، وهاجم حاجات كثيرة حاصلة في دنيا التسيير وشنو حاصلة في نادي سباق الخيل. أول حاجة ادينا نبذة سريعة عن نادي سباق الخيل وعن إنك أنت رئيس 18 سنة و10 سنين نائب للرئيس أمن عابدين، بسنين كثيرة يعني ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نادي سباق الخيل بالخرطوم هو النادي العريق، النادي التاريخي، من أقدم أندية الرياضة في السودان، تأسس عام 1908، وظلت رياضته مستمرة حتى في أيام الاستعمار، وكان يقود هذا النادي الإمام السيد عبد الرحمن المهدي. وكانت في حروب كبيرة جدا بينه وبين الخواجات، حروب يعني في الخيول، وكان لديه خيول يعني تنافس خيول الخواجات وناس الاستعمار، ويهزمهم هزيمة شنعاء. حتى لما السباق كانت بتكون في مدني في الجزيرة بورت، ناس كانت بتمشي بالقطر وتحضر السباقات هناك، والسيد الإمام عبد الرحمن المهدي موجود أمام السودانيين هناك، وكان من أشهر خيوله التي كانت تهزم خيول الاستعمار، الفرس علوة والجواد ماضي. استمر النادي، وبعد الاستغلال النادي كان يعني في غرب درمان، وكان في جهة مطار الخرطوم هنا، وفي الآخر استقر في مكانه الحالي في القطعة رقم 1 مربع 1 ميدان سباق الخيل. وهو موجود في هذه القطعة، وقام بتشييده من رجال العمال الكبار والذين ساهموا بتشييده، يعني ناس الإمام عبد الرحمن المهدي، وناس البرير، وعدد كبير من الناس ساهمت في تشييد هذا المقر والمضمار. واستمر هذا النادي لحد سنة 1975، نادي سباق الخيل بالخرطوم. وتعرضت عليه إدارات كبيرة، وأول ما استودع رياضة الخيل وسلطتها من الإنجليز والاستعمار الناظر ثرور محمد رملي، ده السوداني الأساسي اللي هو استودع الرياضة دي وبقى رئيس نادي سباق الخيل بالخرطوم. بعد ذاك لما جاء في المحل دي كان الرئيس بتاعه عبد الله خليل بك، وسكرتيره مكاوي سليمان اكرت، ومن المال عبد القادر ويوسف هاشم، ديل اللي هم الضباط الثلاثه اللي بيسموا شهاده البحث بتاعت النادي التاريخيه لحد الليله. وانه هذا المقر ده كله كان سبق، كان فروسيه، كان بول، وكان اي نادي، الشهاده الاساسيه الوحيده باسم نادي سباق الخيل بالخرطوم التاريخيه دي. وبعد ذاك تقلدوا رئاسة الدكتور عبد الحليم محمد، وكان موجودين فيه ناس السيد محمد أحمد محجوب، وكان فيه ناس اللواء الباغر، وتقلدوا يعني كل المناصب العليا من وزراء ومن رؤساء ومن قوات الجيش وشرطة، تقلدوا مناصب النادي.
وظل استمر لحد سنه 1975. في سنه 1950 الناس الموجودين فكروا يطلعوا عالميا. فصار ده الخير ما بيطلع عالميا لانه فيه مرض اسمه النجمه الافريكان هورس ديزيز، ممنوع الخيل تطلع برا. فقاموا انشأوا نادي الفروسيه السوداني عشان يطلعوا به في اللعبات الاولمبيه اللي هي القفز على الحواجز وكده. وانشئت مدرسه الفروسيه ونادي الفروسيه على حساب نادي صباغ الخير وخطوم. وسنه 77 تطور برضه انشا نادي البولو. وكله من حسابات وإيرادات وفي مقر نادي صباغ. يعني بالواضح انه نادي الخطوم لسباق الخيل في 75 ولد نادي الفروسية وفي 77 ولد نادي البولو. من صلبه من صلبه من صلبه أي. وكان نادي غني جدا لانه الوقت ده كان في الرهان. والرهان في الخيل كان بيدخل قروش كثيرة. والسبق كانت جوائزه كبيرة وعدد خيوله كبيرة وجماهيره كثيرة. الرهان الزمان ده الرهان هاي بتاع الخيل يعني بالمكنات المغنات يعني. كان حتى موظفين الدولة الكبار في المالية وين بيجوا يكونوا مشرفين عليه ومزولين منه يعني. فبعد 85 طلق قرار بإلغاء الرهان. في فترة التاريخ ده أتكلم لك عن نفسي أنا كنت بين يعني. أنا كنت حقيقة نشأت وطرحت في هذا المضمار. وسنة 67 كنت جوكي بركب خيلي براي في سباق الخيل. واستمريت في جوكي لحد ما بقيت جوكي درجة أولى وبكسب بخيلنا برا وحرست مراكز كبيرة مع أعظم الراكبين في السودان، ناس أحمد آدم وسعد زغبير ومحمد أحمد أتيم وناس عمر الصديق والفكر الطاير يعني عوض. محمد جوكي عمالقة في المحل ده. وفي الآخر بقيت نائب رئيس اتحاد الجوكية اللي هو كان رئيسه ابن عمنا ربنا يديه الصحة والعافية الصادق أحمد المدني. أنا بقيت نائب رئيس لاتحاد الجوكية. وبعد إيقاف الرهان تكونت لجنة اسمها لجنة الإنقاذ. الإنقاذ للنادي لأنه ما كان ما كان ومصادر الضغط وقفت. الإنقاذ للنادي ما الإنقاذ بتاعك. لا 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 ما حدكم إنقاذ النادي عشان ما يتقفل يعني. وحقيقة اللجنة دي أنا كنت فيها وفي نفس الوقت ده ترأست اتحاد مالكي ومهجني الخيول بالسودان. كان الداعم الاساسي للجنه دي. واستمرينا في 86 و87 في لجنه في اتحاد الملاك. وبعد ذاك حصل تعيين لمجلس اداره النادي برئاسه السيد سعد الروبي. وسعد الروبي كان عنده اسطبل كبير وقدم يعني للنادي حاجات كثيره واشتغل كويس لكن كان معين. يعني التعيين ده اداه قوه بتاعت انه هو يفرض رايه. واختلفنا في ترشيحة اللجنه الاولمبيه. نحن كان رئيسنا القديم وتاريخنا عبد الحليم محمد. سعد الروبي قام الزم الجماعه اللي معاه. عبد الحليم محمد طوني مش لا ابوه ابوه عبد الحليم محمد الدكتور الكبير الدكتور ابو الطب. وكان رئيس مجلس السياده يعني. فالزم الناس اللي معاه صوتوا لكمال شداد. نحن طوالي قمنا قلبنا على سعد الروبي واطحنا به وعملنا انتخابات واختلفنا مع ناس مامون احمد مكي وناس فؤاد احمد مكي والجماعه دي وبقينا جناح كرام الحادبين واستلمنا النادي. الوقت ده جيت رئيس انت ولا نائب رئيس؟ لا انا كان الرئيس قاروفانيان. قاروفانيان ده طبعا رجل خير وكثير على سبق الخيل. ومؤسس كبير ومترجم لقانون الجوكي كلاب هو اخو سورين وناس عبد الحليم محمد ترجموه عشان يعملوا منه القوانين السودانيه ولوائح السباق وكده. وعطاه كبير جدا كل الخيل اللي اتولدت في العهد ده. جاب جوارو من برا من انجلترا ومن كده وداه للناس وولدوا منها وكان خيره كثير جدا على سبق الخيل. ولحد الليله يعني احنا نذكره بالخير ونتمنى له الصحه والعافيه يعني. فبعد قرفان يعني بقيت رئيسنا. فاستمريت انا رئيس النادي وكان في مجلس موحد فروسية وسبق بولو. نحن في السبق جمال النفيدي كان حسن الامين صالح كان ماسك رئيس البولو فؤاد احمد مكه رئيس الفروسية. وكلنا نلتقي في مجلس واحد وكان في لائحة وقانون بتحكم الشغلة دي. والكلام ده استمر
استمر لحد 2004. ايوه كويس. نمشي طوالي بعد التعريف والنبذ الجميله عن نادي سباق الخيل. الكل يختلط بين نادي سباق الخيل بالفروسيه. هسه عمنا ربنا يديه الصحه والعافيه عمنا عابدين وضح لنا انه الفروسيه براو ونادي سباق الخيل براو. كويس نمشي الايام عندكم مشافي كثيره زي ما ذكر سكرتير النادي السابق محمد محجوب. اول حاجه اصبر الصراع والمشاكل داخل نادي سباق الخيل. طيب حقيقة قبل الكلام ده أنا داير أدي حاجات كده عن الخيل يعني. حقيقة نحن كلنا الموجودين دي المربوطين بحب الخيل. أيوه. والخيل دي ما حاجة سهلة. الله جل جلاله أقسم بها. أيوه. في سورة العاديات. العاديات ضبحا فالموريات قدحا والمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير ده التفسير بتاع الخيل. لأنه في الصورة بتاعت صاد لما جاء التفسير بتاع حب سيدنا سليمان للخيل اللي هي يعني نسته صلاة العصر وكده فتفسرت كلمة الخير للخيل. وفي دعاء كبير جدا تفسروه بإنه الخيل بتدعو إنه صاحبة اللي بيعيشها وشرب عليها وبيحبها وكلفها بتدعو له الخيل بانه يحبها اكثر من ماله وجناه. عشان كده نحن متعلقون برياضه الخيل والناس كويس دخل في الخيل دي ما قدر يمرق. أيوة. لكن ممكن تربي لك اي حيوان ثاني تصيد منه. أيوة. الخيل الخيل دي انت حتى لو خيلك ماتت بتكون معلق. لو خيلك بعتها بترجع تفتش تشتري وروحك معلقه للخيل. فدي يعني حكمه ربانيه تفاسيرها كثيره يعني. أيوة. فبعد ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال علم اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه والمنفق عليها كالباسط يده الى الصدقه واهلها معانون عليها. والشعراء تكلموا عنها كثير. المتنبي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والغرطاس والغلم. واخطر قال احبوا الخيل واصطبروا عليها. فان العز فيها والجمال اذا ما الخيل ضيعها اناس ضممناها وشاركت العيالة نقاسمها المعيشه كل يوم ونكسوها البلاغة والجلاله. فده كله كلام كثير جدا في الخيل وحياخد وقتنا وان شاء الله دي تكون حاجات يعني حاجات خفيفه زاد وحاجات جميله جدا. فكويس نمشي للصراعات والمشاكل داخل النادي. طيب الخير والكلام كثير هديك باختصارات. هاي حقيقة نادي سباق الخيل والخرطوم مما رجع نادي من سنة 2007. طيب. هو كان جوا الاتحاد لما اتفرتق الاتحاد رجع نادي سباق الخيل والخرطوم في 2007. طيب. كان متضامن من 2007 لحد 2016 ما في خلاف كل المجموعة واحدة انتخابات بالتزكية. ايوه. في 2015 ايوه نحن قاعدين في الصبق كان في صبق اعداد الاستقلال في خلاف شبه بين واحد اسمه عاطف ابراهيم ارباب عضو مجلس اداره. ايوه. ومامون احمد مكي رئيس النادي. ايوه. عاطف ده كان مذيع بتاع النادي فابتدى يعني يتكلم كلام كثير ويقدم يعني كلام ما بيعجب الناس مع الشباب بتاعنا الفروسيه والشباب الموجود وكده. وقام مامون احترض عليه انه ما يذيع تذيع ما يذيع قام حصل ضرب. المهم في النهايه السبق تم اليوم ذات وانتهى السبق الاستقلال قام وانا تمكنت من انه امشي السبق وقعدنا حاولنا نحل الاشكال ده. مامون ركب راسه نهائي والمزاله طلعت من يدنا بقت مشت محاكم ومشت كده وكونا لجان بتاعت محاسبه ووقفنا مامون ووقفنا عاطف ووقفنا الناس اللي كانوا في الشكل من الصدق. وفي النهايه حصل الخلاف ده لحد ما جات لان انا في الوقت ده كنت واقف مع انه يعني مامون المفروض كان يجمع مجلس الاداره وياخذ قرار القرار الفردي ما يعني انت وقفت مع عاطف وقفت مع عاطف على اساس انه القرار يكون جماعي ما قرار فردي. ايوه. وفي النهايه حصلت انتخابات في شهر 8 انا ذاته كنت برا السودان
ما في، لكن المجلس الجلا اكون تمسانده واسلام ولدي ده المجلس بتاع هل فيه محمد محمود ثاني اكون تمسانده ولدي كان مرشح فيه واسلام المهندس اسلام عبد الدين وخش مجلس الاداره. وانا لما جيت من السفر بعد شهور كده حسيت بانه الناس دي حسوا بانه ما ابوهم شاتو بقى من الناس اللي عندهم القاعده والناس الموجودين هم قاعدين، فابتدت يعني غياداتهم امثال محمد اسماعيل محمد بتاع الطرق والجسور ومعاه ناس مجموعه بيتكلموا انه عبدين ده ذاته ما يجي ما يدخلوا كده، وهو عمام ده يعني غايد المجموعه دي. ايوه هو كان رئيس اتحاد معين وتاني جاي بقى رئيس اتحاد وانسحب من الاتحاد سلموا لمضعب احمد البشير هو الفوز وجاب الناس وجاب مضعب احمد البشير. فالخلاف حصل في الحته دي وانا حقيقه ما قصرت مع جماعتي دي جبتهم في بيتي. ايوه يا جماعه والله انا ما عندي مدام قال انا ما ادخل هنا وكده وكده انا ما معاه يعني انت جبتهم كلهم في بيتي كويس. لا دي في البدايه انت كنت معاهم. اي صح. تاني غلطت ضدهم. غلطت ضدهم اي. لانه قالوا انت ما تجي. قالوا انا ما اجي وما في دول تاني من الناس. يعني هسه انت بتجيب ضد الاعضاء الجدد ولا مجلس الاداره الجديد؟ انا ضد مجلس الاداره السابقه السابقه. ايوه جبتهم انت. جبتهم انا. ايوه. لانه طوالي بدوا عشان يعدموا الناس القديمين طوالي طلعوا قرار. ورجعت المامون احمد مكي. بعد ده مامون احمد مكي اتفقنا وصالحنا وبقينا مجموعه. ده جبتهم في بيتك. جبتهم ذاتهم جماعه بيتنا يا جماعه قلت لهم انا مع محمد اسماعيل ما ببقى دول جايين المحل ده وخلق فتنه بيني وبينكم وقال انا ما ادخل المحل ده اذا دايرين تمشوا مع محمد اسماعيل مرحب وكان دايرين تبقوا معي انا معاكم. قاموا قالوا لي محمد اسماعيل ده واحد من المال اسمه ابو بكر عمر بوك قال لي اسماعيل ده يا خصم يدينا 150 مليون. ايوه قال لي خلاص مبروك عليكم ال 150. انت قلت لهم شنو في الايتام؟ مبروك عليكم. ايوه ما قلت لهم حتحالف عشان لا لا انا ما قلت اصله في الاخر هم من حسوا بيفوت منهم عليك الله يا عم عبدين ما تمشي مع مامون. طيب قلت لهم انا يا جماعه انا بعد ده امشي مع اسرائيل ما تزعلوني. طيب. انا بعد ده ما قصرت معاكم جبتكم لحد هنا وديتكم. انت قلت لهم حمشي مع اي زول. اي زول اي ما اي زول انا مع الجن الاحمر حمشي. ايوه انت عندك مقوله شهيره قلتها في دي. جاتني قبل الهواء يعني. قال انت قلت حمشي ممكن اتحالف مع الشيطان. مع الشيطان اي. فبعد ذاك بفتره جو الجماعه ودخلوا ووافقونا انا ومامون وافقوا مامون ده طبعا زول صاحبي من نحن اللي قدنا الحمله بتاعت 89 ذات انا ايوه ونحن اختلفنا لانه مرات بيتسرع في القرار وانا زول حكيم داير القرار يجي بالقانون. أيوة. ما عندي مانع في انه رافض شيء عاطف يشيلوه من ما عندي مانع انه عاطف يشيلوه من الاذاعه لكن بجلسه اجتماع بقرار يعني ده الخلاف البسيط لكن تاني لا اختلف ورجعت لبعض ورجعنا لبعض واحترمه واقدره وهو حقيقه رجل لازم تحترمه لازم تقدره لانه حب الخير موجود فيه. أيوة. ودعم النادي موجود فيه. أيوة. وحفاظه على النادي موجود فيه وولاءه لاعضاء النادي التاريخيين والموجودين وادبه لهم موجود. راجل يعني معروف جدا وقدم كثير قدم ما في راجل قدم قدره في المحل ده. أيوة. يعني لانه قدم يعني بصفه مستمره مع سنه ولا سنتين. أيوة. عمر بعمر يعني. ايوه الان يعني انت ومامون اصدقاء الامس. أيوة. رجعتوا تاني مع بعض. احنا حقيقه اصدقاء احنا اصدقاء قدام. أيوة. لكن احنا هي شكلها بس جابت الناس ديل. أيوة. ديل جو شكله ديل جو ديل جو بظروف شكلها لو ما كده ما بيجوا المحل ده نهائي. انت ومامون ما كان يشاركوا ما كان معاكم ولا بيجي ولا اي حاجه هم ذاتهم جو بشغل بتاعنا وب مجموعة اللي كانت متحالفة معي هم الفوزون. ايوه كويس. فأول هجوم عملوا لي. ايوه أول هجوم عملوا لي وقالوا طلعوا قرار يضغطوا العضوية القديمة. ايوه طبعا ده كان ظهرت في دي إضغاط العضوية القديمة وصالح من التمكين الجديد كده ورينا عندك. ايوه ايوه طيب ايوه عندي مستندات. أيوة. ده كشف ب 123 عضو. أيوة. تاريخيين في النادي ده. أيوة. موجودين حضروا انتخابات وعاشوها من الثمانينيات. ايوه فاجئوهم بالقرار ده انه حيحولوهم للجمعيه العموميه عشان تضغط العضويه. السبب شنو؟ السبب قالوا فيهم ما سددوا الاشتراكات. ايوه لكن مجلس الاداره ما عمل اعلان بتاع سداد الاشتراكات اصلا. ايوه بعد ذاك دي في عرفنا يعني وفي الرياضه كلها. ايوه السداد ده بيتم قبل الجمعيه بثلاثة شهور، بيجوا كل الناس بيقعدوا وشددوا عشان القانون قال كده. ايوه.
تسدي السنه سنتين لورا المهم انت بتسدي، لانه هم مسددين فعليا، لانه اكل الحصان وشرابه وعيشته وماهيته براسه دال يعني. فقاموا طوال طلعوا الغرار ده وقالوا لنا طيب قلت الناس دي يوديهم قبل ما يوديهم هنا طلعوا غرار قفلوا ورا السداد للجماعه دي. هو عددهم 123. انت منهم؟ لا لا انا ما منهم. انا ما انا اصلا ما بلعب في الاجاعي. معموم منهم؟ معموم لا ما منهم، لكن هذا كله منهم. طيب فيهم احمد صلاح احمد مكي ده من الناس معموم. فيهم اسماعيل عطيه ده قاعد من عمره 10 سنه في الصبغ ما غاب. من الناس بعدي. فيهم ام سلمى الصادق المهدي. دي أسرة المهدي فيها 18 بيل سيد الصادق شالهم برا. فيهم دكتور ماندولي رجل تاريخ، انت لما تقود اسمه معاك في الليسته بتاعت النادي فخر. ده من الناس الدارين يشيلون. فيهم اميمه سيد احمد دي زوجة المرحوم جمال النفادي عضوه معانا تاريخيه بخيلهم، وجمال توفى واياديه واهل النفادي كلهم كانوا اياديهم في المحل ده وبيدفعوا قروش الدير وبيدفعوا كده واقفين. وفيهم قاروف انيان ذاته. ايوه اللي علم الناس والاسس الشغله وجاب القوانين وجاب خير الطلوق اللي ولدت الخير اللي لسه بيرباها الناس. ايوه وفيهم زوجته وفيهم على ابراهيم مالك. ابراهيم مالك هو بيمسكوه طوالي بتعمل صباغاته دعم النادي ده تاريخيا، ومعانا نادي ابراهيم مالك بيجي يدعم واخوانه كلهم سقطوهم. هذا النفيدي كلهم اللي هم بيجوا النادي ده واخوه رئيس البولو اللي ولده نادي الخرطوم ده، وفي نفس المرحوم جمال النفيدي الله يعني يرحمه ويغفر له، واعطاهم في المحل ده لحد الديربي بيجوا يعملوا. ايوه ليه صالح منه كويس التركين ده؟ الناس دي عملوا كده لصالح منه. عملوا الكلام ده اللي هو ده اسمه التفكيك اللي اديتك له. ايوه دايرين يفككوا تاريخ النادي. ايوه ليه يعني والسبب شنو اللي صالح منه؟ اللي صالح هم كمجلس اداره موجود برعايه اخونا محمد اسماعيل مام ومعاهم ابو عبد البشير ومعاهم اخونا ياسين عبد المنطلق واخرين، على اساس يكون وجودهم في المحل ده يعني ثابت، لانه المجموعه اللي لسه هم حاولوا يسقطوها دي الناس التاريخيين واصحاب المهم ما بيعرفوهم، هم دخلوا المحل ده جداد يعني في العشر سنين الاخيره. ياسين ده رئيس نادي السابق خير الخرطوم السابق. ايوه ومان ده كان رئيس الاتحاد بالتعيين وجا رئيس الاتحاد بالانتخاب، وكان يعني ما كان عضو في الخرطوم، قام استغال من اتحاد الصبغ في الانتخابات الاخيره ما ينزل، جاء ابو عبد البشير رشح وفوز هو وجا قدم لعضويه في نادي الخرطوم عشان يلحق الرد في المعركه اللي ضدنا دي. ايوه لكن الناس معمول انا كنت معاهم وجماعتهم قاموا طعنوا قال الزول ده العضويه يا دوب لها ثلاث شهور، ما تمت ثلاث شهور ما بتسمح لي يترشح ولا يصوت. ايوه طلع فيها قرار من ابو عبد البشير ده هو قريب البشير ده اسمه مضعف احمد البشير حسن احمد البشير. أيوة. هو ابوه اخو الرئيس الكبير اخو الرئيس عمر البشير. أيوة. المعزول واخوه الكبير ومربيه عمر البشير قاعد معه في البيت. أيوة. وهو ما عنده علاقه بينه، لا عنده خيل ولا جانب خيل ولا عنده ولا عنده اي خبره عن مجال الخيول. الرجل ده بس المعزول كان قريبه وجابوه عن طريق الفروسيه. أيوة. ومن الفروسيه جانا في نادي العاصمه. من نادي العاصمه محمد اسماعيل لما نحاول تيجي يبقى عضو في نادي الخرطوم وصار الاتحاد، قام جاب مضعف ده رشحوا لرئاسة الاتحاد وجابوه رئيس اتحاد. فا هم الاثنين ديل من الاعضاء تم تمكينهم وما عندهم علاقه بال ديل من الناس الجداد اللي يتمكنوا وسلطوا على المحل كاملا بيناسه وما عندهم علاقه تاريخيه بالمحل وما عندهم علاقه بالعضويه دي لا بيعرفوها ولا شيء. انا عبد الكلام ده انت كنت عارفه قبل ما تجيك معاهم في البدايه؟ انا احنا في لما كانوا معانا احنا عارفين هم ما عندهم علاقه، لكن اعتبرناهم كنيو قمر يحبوا الرياضه دي والبي يحب الرياضه، احنا عاشرناهم الناس دي. أيوة. في بيوتنا واكلنا وشرابنا ونمشي لهم في الفرح وفي الكره، لكن ما كنا متخيلين ان هم جايين عشان يفككوا المعلم. أيوة. التفكيك ظهر بيدي. أيوة. اول ما طلع القرار في ديل معناه هذا التاريخ بتاع المحل انتهى. أيوة. فنحن قمنا حاربنا. أيوة. التفكيك ده ومشينا اشتكينا في المفوضيه. أيوة. اشتكينا في المفوضيه ده الكشف بتاع الاعضاء ده اشتكيتوا انه الناس دي اشتكينا مجلس الاداره. ايوه اشتكينا مجلس الاداره في مفوضيه الشباب والرياضه ودي الشكوى. ايوه الشكوى دي ورينا الشكوى فيها شنو بتصير. الشكوى بتتكلم عن انه مجلس الاداره ده طلع قرار عشان يضغط على الاعضاء السابقين دي للناس. أيوة. اللي لهم تاريخ وقفل باب السداد والموضوع قام في مشكله السداد. ليه انت ما تقول المال يسدد في اسبوع بضغطه؟ ليه انت بس عملتها فجأة وطلعت قرار؟
ففي النهايه القانون وضح انه وضع السداد ده في القانون ما بيقدر. ايوه ورجعوا الناس ديل وطلع قرار من المفوضيه وهم استأنفوا في لجنه الاستئنافات والقرار صدر بانه وضع السداد اتفتح ورجعنا سددنا للناس القدام ديل كلهم. هي كانت مشكلتهم السداد. المساله دي ما خلوها بعد ما الكلام ده كله حصل، المساله دي ما خلوها كله ومشوا بينا لحد محكمه من لجنه الاستئناف الطعن بتاعهم شطبوا. ايوه مشوا محكمه الطعون الاداريه الخرطوم بحري. ايوه محكمه الطعون الاداريه الخرطوم بحري. ايوه المفوضيه، ايوه المفوضيه طلعت قرار رجعت باب السداد. نحن سددنا وطلبنا خطاب بان يعملوا لنا جميع عمويه لسحب الثقه من المجلس ده. طلبته طوال. المفوضيه صدقت هذا القرار بتاعها. ده القرار بتاع المفوضيه صدقت لسحب الثقه، وسحب الثقه كان موقعين فيه 208 عضو. 208 عضو اهو ديك شايفهم. من كم؟ من 300 وحاجه. ايوه. 208 عضو اهو ديك الموقعين في سحب الثقه شايفهم. ايوه. وخاطين المسببات اللي هي طرد ال 123، قفل باب الرسوم، التلاعب في العضويه الجديده. ايوه. القانون بيقول انه العضو بيملك حصان، والحصان ممكن يديه عضويه في الموسم لصاحبه ولطرف ثاني واحد. ايوه. فنحن مشينا عملنا حصر للشغل ده، ولقينا انه الناس ديل يعني حقيقه اتلاعبوا في تحويل الملكيه وخلوا الحصان بقى يعني الحصان. أيوة. الواحد يعمل 4 5 6 7 10 عضويه لشخص لعده اشخاص. ايوه يعني هم التلاعب في العضويه. لا هم التلاعب، ما هم اصلوا حاولوا يفككوا دي. أيوة. يمكنوا رغبتهم. يمكنوها بوين؟ ناس الخير كلهم معنا احنا وناس الطلبه القدام معنا. ابتدى كل دول، انت شغال في مصنع تجيب نفس مصنعك تقدم لهم، انت شغال ساكن حلتك ساكن سجانه تجيب ناس من السجانه، انت اهلك واخوانك كده تجيبهم من كده. في النهاية قاموا عملوا أورنيك، سموه أورنيك تحويل الملكية. أيوه. أورنيك تحويل الملكية ده يعني أول حاجة عملوا الإعلان ده. أيوه. ده لأنه الملكية تتحول. الملكية. أيوة. بتاعت الحصان المفروض تتحول، حصان بقى 8300 و400 لحد 1.5 مليار. المفروض تحصل له مبايعة للمحامي. عملوا الاغنيه ده، ده قرار الاعلان اللي عمله محمد مصطفى ذاته، محمد محجوب. ده محمد المحجوب. اي طيب، وده نوع من تحويل الملكيه. ايوه. يعني اللي هذه كيف لا فيه نادي سباق الخرطوم باستثمار دي الاستماره. استماره تغيير ملكيه خيول استثمار انزال. ايوه. دي يعني في اشياء، في شاهد عنده بطاقه، في بايع عنده بطاقه، لا في اي، والخيل بقت غاليه بمليار و200 ومليار ونص و800 و700. ايوه. كله شغل عشان تسهل المساله. تسهل مهمتهم. اهو دي عينات من الغرارات بتاعت التنازل الحقيقيه اللي بتحصل. أيوة. في النادي ده. ايوه. الغرارات دي توثيقات عديل زي اللي بتبيع لك واطه ولا تبيع لك عربيه ولا تبيع لك كده. أيوة. لانه احنا الساده المشاهدين شوفوا الفرق بين المستندين. ده المستند ده بتاع ده المفروض عمر عبدين قال انه الخيول تتباع كده عن طريق محامي تاريخيا بتتباع توثيق تاريخيا، وده الاقرار بتاع ده الاقرار بتاعه ده يتعمل عشان كف 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 كم واحد ويعمله عنده. أيوة. كده وكده عشان يكسب عضويه كبيره في اقرب زمن. ايوه كويس. طيب انا عندي كمان هنا السلطه الغضائيه. ايوه. السلطه الغضائيه مانعه الكلام ده. دي قواعد تنظيم وضبط اعمال التوثيق، اجراءات تسجيل اعمال واجراءات تسجيل الشركات. ايوه. اعرض الحكايه دي. أيوة. اوريك انه السلطه القاضيه يا اخي المحامي. أيوة. اللي ما اخذ خدمه توثيق ما بيقدر يوثق. ايوه صح. كيف واحد في اللجنه الفنيه، ما كمان لجنه قانونيه، في اللجنه الفنيه امين المال او وقت دي المستندات بتاعت عمنا عبدين الجبهه البرنامج جابها انه الشغل ده كله غلط وشغل بتاع 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 يعني تلاعب الناس دي تلاعب شغل كله غلط بتاع تفكيك وتمكين. ايوه يعني الناس دي تلاعب للتمكين. اي ايوه كويس. عمنا عبدين
في التراب اللي انت قلت انه ده صالحهم هم اللي عملوا العمليه دي اللي يكونوا بعدين انتوا عملتوا شنو مشيتوا المفوضين المفوضيه وصفتكم لكن هم مشوا للجنه الاستئناف الناس دي الان اتهموكم محمد محجوب المفاضي اتهمكم انكم انتوا الوالي وقف معاكم لسه الكلام ده انا قاعد اديك لي تواريخ أيوه. لو سمحت ايوه الوالي ده عينه شهر 6/2019 ايوه طيب ده طلب عقد التاريخ ده طلب عقد الجمعية لصاحب الثقة تاريخه بتاني التاريخ 17/7/2018 ده القرار ده القرار والطلب هو ده موجود عندنا طلب طلب ايوه طلب صحيح خليك خليك عندنا في الملف ده عشان ايوه هو جدا اقرا ده يوم 18/4/2018 الوالي كان قاعد عاين هنا ده في المعاش ايوه وقاعد في ناي الوقت ده هو في المعاش ماله وعلاقه بالشغل ده بتاع الحكومه ده الحكومه دي جايه شهر 6 يعني الناس دي استخدموا سلطاتهم السابقه النظام السابق كل مكروا في الحاجه دي مكروا في الحاجه دي لكن انا حقيقه ومجموعتي ما ريحناهم يعني مشينا معاهم بالقانون من لجنه الاستئناف يعني ده مطلع البشير انه المجموعه دي كلها المجموعه ولا مام ولا يا اخي بوريك انا بديك حاجه يعني اتفضل بعد ذاك حلل ايوه. انا احنا مشينا معاهم من المفوضيه لجنه الاستئناف قدموا طعن ايوه شطبوا لهم مقطع وايدونا ودونا المحكمه الطعون الاداريه الخرطوم بحري مولانا الجيلي باركي احمد الرئيس الجيلي ده اخذ معانا شهرين وشطب لهم الطعن ايوه المفوضيه نقلوها من بحري للخرطوم ايوه جو كان طعم جديد في المطعون الاداري الخرطوم عند دكتور اسمه صادق البكر شطب له مقطع خلاص بقينا دايرين نقوم الجمعيه نسحب منهم الثقه ايوه لما بقينا دايرين نقوم الجمعيه نسحب الثقه بقى دي القرارات ده قرار لجنه العارض ده قرار الاستئنافات ودي قرارات المحاكم كلها وده شطب الطعن بتاع الجيل بابكر نمسك عشان تعرف انت وده شطب الطعن بتاع دكتور صادق البكر هو ده هنا يلا بقى دخلت الواسطات ايوه دخلت الواسطات يا سيد الطعن بتاع الدكتور الصادق البكر الطعون الاداري الخرطوم أيوة. وداك الجيلي بابكر محمد الرئيس ايوه محكمه الاستئناف دائره الطعون الاداريه مجلس اداره ده الطعن ايوه ده الغرام ايوه بس حيكون ما ظاهر عندك قرار ثاني في ايوه حقيقه براو ايوه للقرارات يغرمين الاستئنافات ايوه ده شرط طعن برضه ده كل المستندات دي احنا حيكون عندنا فيها جزء لو حصل اي حاجه ان شاء الله او اي زول اتهم الغنوي حاجه انه يقف مع طرف غير الاخر ونحن المفاجئ له محمد محجوب وهو قلنا لكم عندكم حق الرد بتجيتوا على هذا الاساس طيب قلنا بعد ذاك خلاص جينا تهيئنا نعمل سحب الثقه ونشيله برا ايوه حصل شنو؟ شالوا الورق بتاع الصادق البكر طعن الثالث ده الاداري استانفوا به للمحكمه العليا ايوه طيب المحكمه العليا استأنفوا لها يوم واحد شهري استأنفوا لها يوم واحد شهري تقريبا يوم واحد شهري ثلاثة ايوه يوم اثنين ثلاثة جانا القرار ده اسي بعد الثورة الكلام لا قبل الثورة ب 10 يوم ولا ما نحن قومين الجمعيه كنا أيوة. يوم 7 جانا القرار ده من عبد المجيد ادريس نائب رئيس الغباء البقو رئيس غباء ده مشوا له الجماعه دي عندهم مصمو صعب والكلام ده طلع علينا عمري وقت وقف الجمعيه هل في رايك انه ممكن رياض الصبخين تصل لحد ما تصل ده رئيس الغباء الحالي اللي كان ماسك قبل الثوره قبل المجيد ادريس ده هو ده عمل عمري وقت وقف لنا الجمعيه أيوة. الورق ده بنفتش فيه 4 شهور حتى لمينا فيه ايوه لمينا فيه يعني ساعد وساعد يعني بعت له اخذ رقمه مشينا النظام السابق باختصار ساعدني اي هم ذاتهم ما منه يعني هم حقيقه ناس اخواننا وعاشوا معنا لكن ما عارفينهم يعني هم ومضعف البشير ده يعني اقول شنو يعني اكثر من انه واخد دور رئيس حيكون من وين؟ ومحمد اسماعيل ما هو معنا يعني الزول شغال في الحكومه دي والزول يعني عنده شركات كثيره واتصالاته واسعه وعلاقاته كبيره وكده يعني أيوة. ده مشينا المحكمة العليا بعد ما وقفونا أيوة. المحكمة العليا طلعت القرار ده هو ده شوف ثلاثة قضاة شطبوا لهم برضه أيوة. ثلاثة قضاة في المحكمة العليا القاضي معتصم أحمد محمد صالح ودرار يوسف سيد أحمد والأمين الطيب البشير شطبوا الطعن شطبوا الطعن بتاعهم من ده المستند حكم معاه
قاموا بدل خلاص اقتنعوا بالمحكمة العليا مشوا قدموا طلب لإذن مراجعة. أيوه. بعد المحكمة العليا ما في قضاء خمسة ولا أربعة بقوم يعملوا مراجعة. نأخذ القرار بتاع إذن المراجعة رفض. أيوه. برضو؟ أي رفض. ما أخذ قلت لك إحنا شغالين بس بالمحكمة. لا بنسي زول لا بننبي زول. أيوه. وعشرناهم وعشنا معاهم ودخلوا بيوتنا وكده بنشتغل معاهم بالقانون. أيوه. طيب كويس. بعد ذاك جينا لما خلاص سوا طلع القرار ده إنه الجمعية العمومية الطارئة. أيوه. ده ما أحسن تعرض ده مفروض الجمعية العمومية الطارئة تقوم يوم 27 تقرا الكلام ده من المفوضيه ما خلاص المحكمه قالت قوم الجمعيه ده مولانا محمد عمر عثمان ده عضو في مفوضيه هيئه الشباب والرياضه رئيس لجنه الاشراف وده الجدول بتاع الجمعيه هو طلع ايوه طلعت الجدول يعني الجدول طلع ايوه كويس حصل شنو بعد ده كويس عم حصل ذاك الجمعيه تحدد لها تاريخ يوم السبت وحجزنا صاله الفروض يوم السبت الساعه 11 ايوه وحصلنا لمتنا واحتفالنا يوم الجمعة يوم 26 والجمعية يوم 7 يوم الخميس الساعة 2 يوم 25 جابوا لنا قرار بأمر وقتي من قاضي اسمه محمد السير إمام هو ده أيوه ده الطعون الإدارية بحري أيوه عارف القاضي ده قصته شنو؟ ما مشوا وروه إنه القضية دي مشت لحد المحكمة العليا القاضي هاي ما وروا قدموا طعني بانه الناس دي دايرين يقوموا جمعيه ونحن عندنا مشكله في العضويه دي والعضويه دي لو خشت بنتضرر والقاضي طبعا بيشوف انه يعني يعمل امر وقتي عشان ما يكون في ضرر لاي طرف. ايوه فقام عمل وقف الجمعيه. هو ما عارف لا يلام. ما وروا لا يلام في طبعا لو لا يلام لا يلام. أيوة. وفي الاخر اخذنا قريب شهرين وشويه في المحكمه دي. ايوه في المحكمة دي القاضي شطب لهم الطعن بحاجة اسمها مادة بتاعت حجية الأمر المقضي فيه. حجية الأمر المقضي فيه يعني مسألة مصدر فيها قبل كده. مصدر جايبين عليه ليه؟ وشطبوا. لكن في الوقت ده عمر المجلس انتهى. المجلس كان مدته بتنتهي يوم 12/8. أيوه. ما هو بدأ 12/8/2016 بتنتهي 12/8/2016. أيوه قامت لجنة التسيير بعد ذلك. قمنا نحن كتبنا طوالي. أيوه. كتبت انا الجواب ده ايوه للوزير نحن بناكل خيل وماسكين خيل 18 ونص وماسكين خيل ومرفق معاهم انت كتبت على الهربوش للمهندسه؟ ايه لا 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 جات الوزيرة لا 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 كده لا خليك ده 18 اغسطس 2019 ده على الدكتور ادم كبير ما ده ولايه الخرطوم ما ابغى الشغل ده كله في الولايه ما في الاتحاد ده الجواب ده ومعاه موفق ده اصحاب الاستبلاط المتضررين ايوه عشان ما النشاط يجيف ويكون في فراغ اداري دايرين لجنه التسيير ايوه قام قال لا المفوضيه هي المتحدد انه المجلس ده عمره انتهى ولا ما انتهى ايوه قاموا ادونا الجواب ده ناس المفوضيه انه المجلس ده مدته انتهت وبطالبه الوزير عين لجنه التسيير عشان ما يكون في فراغ اداري. ايوه. قام السيد دكتور الفاتح حسين دكتور الفاتح حسين ايوه قام دكتور الفاتح حسين عين لكم لجنه التسيير؟ عين لجنه التسيير نحن قدمنا فيها. ايوه. حقيقه نحن لما قدمنا في اللجنه دي رفضوا لنا، قدمنا لسته فيها رئيس معظم وانا نائبه وصلاح زين العابدين سكرتير ومجموعه فيها 15 نفر. ايوه رفضوا قال انتوا في صراع. نعم. تكلم الحمد لله الحق. قال لي انتوا في صراع مع المجلس السابق ده. ايوه. انا ما بجيب لجنه التسيير منكم. أيوة. ولا منهم. حصل شنو جابوها من بدها؟ قام جابوها بكبار اثنين، كبار اثنين الناظر محمد سرور رملي كزول عمره 70 سنه وزول تاريخ في المحل ده ورجل ناظر خط ورجل بحلح المشاكل والمكسر عدلان على أيوة. اساس انه المك ده من الجمهوريه ومن الفتحاب ومن الجوز وكده يعني. ايوه. فده التمثيل بتاع الرئيس ونائب الرئيس. بعد ده استبعدونا كلها جابوا اثنين من نادي الفروسيه. ايوه. رياضيين يعني عارفين ما عندهم مشاكل مع زول. لا ما عندهم. بعد ذاك جابوا لنا طوالي واحد في نادي النيل فريق جيش معاش اسمه كمال علي صالح بتعرفوا انت جنبكم هناك. أيوة. كده بحلتكم. ايوه. وجابوا لنا لواء شرطه معاش حاتم احمد الطاهر ده من الشرطه يعني واحد من الجيش واحد من الشرطه. وجابوا لنا عبد العادل محمد سعيد ده قاضي معاش في نادي الاهلي ما له علاقه بالصبر يعني. أيوة. وجابوا لنا
جابوا لنا عصام الدين حسين ده من نادي الهلال. ايوه يعني استبعدونا احنا واستبعدوهم. ايوه جابوا لهم لجنه التسيير. جابوا لجنه التسيير ومع يحيى حسن محمد البشير. بقى يحيى حسن محمد البشير ده من احنا اطفال معانا في السبق وتاريخيا وكان مغترب بيمشي وبيجي وابوه كسبان ديربي سنه كم 70. ايوه ومن ناس الحلفاه يعني. دخلوا لنا على اساس انه دول محايد يعني ما جو في القضيه ما عارف القضيه. أيوة. وديك في القضيه. أيوة. فقاموا دخلوا دين نحن طوالي قلنا يا اخي قلنا الصبق حقنا وما دام جابوا اللجنه دي نقف معاها وندعمها وجبتوا دعمتوهم هم ما دعموا هم ما دعموا. طيب الأسوأ ابو يسلمون كيف ابو يسلمون؟ يا دول مطاردة من المفوضية ولجنة التسيير مع الناس ديل أو يسلمون ليه؟ التسليم والتسلم. التسليم والتسلم سلموه وخلوا في الخزنة قروش كمان. لا لا سلموا بتين الناس ديل من شهري المفروض يسلموا من 25/8. أيوة لحد الليلة محمد بحر ده ذاته سكرتير الجدة الحاجات اللي عنده ما سلمها جو قبل شهر أمين المال بعد 7 شهور ومعاه نائب السكرتير سلموا جزء من المستندات جزء ما كله وجابوا قروش كاش. طيب يا اخي معقول انت كزول سوداني وبني ادم ممكن تكون مسؤول من حاجه تشيل ورقه وقروشه وحاجات تحطها بيتكم؟ ده ما قصده تلاعب بالمال العام وفي قضيه اصلا هي نيابه المال العام. ايوه وجوا قروا قالوا بعض الحاجات عين بحر ده قبل شهر ونص بحر ده ليل ليله السكرتير بيضرب ليه ما بيجي ليل ليله السكرتير بيضرب ليه عشان يجي عشان يسلم محمد محجوب. محمد محجوب ده اسمه بحر. أيوة. محمد محجوب مصطفى. ايوه فهمت كلامي؟ هو جاني هنا وانا جاني هنا وبعدين قال كلام ما صح وقال الحاجات ما صح قال شوفوا يا ابن اول حاجه قال سلم هو ما سلم. ايوه كويس؟ ايوه وقال انه هو العضويه دي ما لغاها العضويه دي لغاها هو ده ورق المحاكم وريتك ليش. ايوه وقال انه هو يعني ناس الاتحاد اللي هم معاهم انا داير اوريك انه هم معاهم كيف؟ عشان كلام للجمهور هم جروب واحد اتحاد والنادي القديم. أيوة. مجلس واحد وجروب واحد. ايوه و كيف يعني هو قال لي النظام قال لي يعني مصطفى عبد القادر قال انا معهم طيب. مصطفى البشير ومع ياسين يعني ياسين رئيس معلش مع ياسين رئيس ولكن هم التيم واحد بتاع الاتحاد. أيوة. والنادي المجلس السابق ده تيم واحد. أيوة. بالسيطرة عليهم محمد اسماعيل مام. أيوة. طيب ده مجلس الاداره هو ما فيه وعي. أيوة. ما معه مصعب اغرق مصعب ده ما رئيسه. ايوه الاتحاد الرياضي السوداني لصباغه الخير مجلس الاداره السيد مصعب احمد البشير حسن احمد البشير الرئيس تبين اسحاق ادم احمد نائب الرئيس بابكر المختار حامد محمد علي بابكر المختار بقى ده السكرتير. ايوه ده اصله طبعا حقيقه زول واضح ضد غريب زمان. ايوه ومن اولاد الافتتاحات وكان يعني شغال في الشرطه الشعبيه بتاعته من رمان الحلالي. ايوه زول واضح يعني ما معنا اخطو ولا محمد محجوب محمد المصطفى عضو يعني هو عضو مجلس اداره عضو مجلس اداره في سباق الخير يعني عنده علاقه معهم. طيب واثباتا لذلك دي صورته. أيوة أيوة. صورته مع ياسين. أيوة. عشان اوريك كنت واحد وده مصعب وده ياسين وده هو. أيوة بالصوره هاي وده الغايد بتاعه نزول اللي بيمول الشغل محمد اسماعيل مع مصعب. برضو. ودي صوره برضه جماعيه مصعب وياسين عشان اوريك انا ما بدي الكلام هم. أيوة. كلهم الاتحاد والنادي. أيوة. كلهم اداره واحده وفيهم محمد اسماعيل مام رجل قدم كثير للنادي ورجل يعني بيزعل لكن هو رايد الحمله ضدنا يعني كلام ولا وده المكحص الناصر ذاته وذول التاريخ الوحيد صاحبي 50 سنه. أيوة. اللي هو يعني بقى معاهم وهو صور مع محمد اسماعيل ده في براءه الكلام ده ما جبته انا من عندي دي براءه مجسده. ايوه دي برضه صوره برضه يعني الكلام اللي قالوا غير حقيقي ما حقيقي يعني هم تيم واحد. ايوه الدعومات اللي بتجي النادي محمد اسماعيل ده بيدفع للنادي. أيوة. يجيب ده ومصعب ذاته مرات بيمشي الشركات يجيب دعومات بيجيبها لهم في النادي يسوي لهم فرص. ايوه يتبرى منه كيف يعني؟ انا احنا ذاته اصل احنا مش ضدهم انا ما بتبرى منهم الناس دي اخواننا وجونا واحترمونا ودخلنا بيوت بعض اختلفنا في الراي. ايوه هسه هم عندهم فهم يفك كل القديم ويجيبوا الجديد ونحن عندنا فهم القديم يثبت والجديد يمشي. هو قال ما عنده شغله بالنظام السابق. ما هو طيب ما صار لك الحاجات دي بقى أوه. ما هو مصعب قريب البشير. اي اخوه والدخول هو البشير. اي طيب الدخول المعلوم. اي طيب ودي اهو دي صوره مصعب ومام ذاته. ايوه طيب اديك الحاجه اللي نايه
السيد مضعف ذاته مش شدت ما خلاص السيطرة على المحل وعلى البلد، لابس ليه بتاع معروف، لا معروف، والكلام ده انا داير ولا البوش يشوفه عشان تعرف انه نحن قاعدين في اتحاد. ده هو لابس ليه ولا هو يا هو الدكتور بشير معروف واحتمال احتمال عم عابدين في احتمال المرور ما شفنا يشوف عقل بس وقلوية وبتاع. لا لا ما معليش ما انت ذو كبير تجي مرصة رئيسية ومتمثل اتحاد لسه المرور ده بقى عنده هيبة وغيمته. ما شوف عصوات دي حاجة تاني بتشغلهم بتلبسوا وتوقفهم في الشوارع يشتغلوا. هو ما عنده علاقة بالشرطة لابس لواء مرور. لابس لواء مرور في انت قد عمي. وإلى الآن رئيس الاتحاد. لأن رئيس الاتحاد هنا من هنا برسل رسالة للباشمهندس ولا البوشي. نحن حقيقة قدمنا لها شكاوي. قدمنا شكوى بانه مجلس اداره الاتحاد ده اتلاعب في موضوع قواعد السباق في القانون واجازه بدون جمعيه عموميه. ايوه ودينا الشكوى دي من شهر 9 ونحن قدمنا شكوى برضه بتوضح انه مجلس الاداره ده ذاته كله جامع بين منصبين، جامع بين منصبين والقانون بيمنع الجمع بين منصبين اهو دي. ايوه بيمنع الجمع بين منصبين. فمفروض ده حتى غير قوانين التفكيك اللي بيعملوها في البلد مفروض طوالي يحلوا. اصلا هو اذا ما تحلى مضاعف احمد البشير من اتحاد الصبق يبقى تاني في ثوره ولا في وين ما خططوا للتمكين وازاله مشيت المال العام مشيت انتوا همكم على عندنا اجراءات في نيابه المال العام وهي وجهت الناس اللي يجوا يسلموا وسحت من الاخطاء انه بحر ده ما يسلم هسه الجواب ده بيكتب بكره ولا بعد بكره ده بالنسبه للتسليم والتسلم ما شاء الله والله يعني عابدين يعني بعدين انت بتتخيل انه ممكن ناس تكون ماسكه لها نادي تشيل مستنداته كلها في بيوتها يا اخي في بنك بتاع في البنك النادي ده عنده حساب جاي قرش توري التصدق عشان تطلع قروش ايوه هم اللي بيشيل يقول لك جاب الشوارع قروش بعد ما قعد عنده 7 شهور عندنا امين المال هو بكري عمر ده ايوه وداه وين وقال الشغاله شو وليه ما وردت النادي يقول لك الحساب ما قفلوا له يوم 28/8 وانت يوم 28/8 ومده الانتهاء لا 15 وما في شغل يجيب لك قروش القروش ده تورد من شهر 7 ولا ورا ايوه فده كله كلام يعني هي اصلا الشغله كانت كلها كيديه أيوة. وانه ما يخلوا لك قروش يشيلوا منك غبوا منك القتل بتاع المستندات أيوة. عشان انت ما تعرف العبوديه اللي حصل فيها شغل دي فهمت كلامي؟ ايوه فنحن ناس الشغل دي قديمين فيها وما في حاجه اي والله يا عابدين يا بصراحه انا عابدين يعني بصراحه انا عجبني كثير المستندات والورق الكثير الشامل انت واي حاجه تثبتها بالمستند بتاعك حقيقه ده يقول انك يا اداري قديم اداري محنك حقيقه ليك التحيه والله في المستندات والحاجات وانك جيتنا في قناه الملاعب وفي استديو الملاعب كويس اخيرا عشان احنا خلاص ضمننا على وشك النهايه يا عابدين هتعمل شنو انت؟ طيب استعين هنا ده طلب لبحر ذاته عشان يجي يسلم ما رفض جيب استلم ده سكرتيرنا بتاع لجنه التسيير محمد عصام أيوة. طالب منه الدور ده طيب ايوه حقيقه اخر حاجه في القصه قاموا اشتكوا دكتور ادم كبير ايوه في لجنه التسيير ايوه وودونا المحكمه قعدونا شهرين المحكمه بعد امشوا وتعالوا ومستشارين الوزاره وهم جايبين المحامين قدرة شطب لهم يعني أيوة. وجود لجنة التسيير الميلة محكوم بقرار محكمة أيوة. ما في دور بيكتب تاني يتكلم أيوة. فيه أيوة. حاجة قانونية القاضي القاضي مختص نفسه في الطعون أيوة. محمد السير إمام أيوة القاضي سبحان الله القاضي أولاني لا القاضي أيوة القاضي ودوه له وما عارف حاجة أيوة تاني هسه برضه ودوا له شكوى ضد لجنة التسيير وقالوا الوزير ما عنده حق قانوني جابوه وشطب لهم طعنا وايد اللجنه التسير. ايوه الان يعني لجنه التسير لجنه قانونيه لجنه ما قانونيه وعملت 9 سباقات لحد هسه أيوة. صرف ما اقل من 3-4 مليار جوائز أيوة. وعملت سباقات منتظمه ونحن حقيقه ما داسين نحن قاعدين نساعدها أيوة. بكل ما نملك ما جوا ما قاعدين نكتب أيوة. لكن داعمين بنسكوا ليها ايوه عندهم حاجه في اللائحه ما فاهمينها بنقول اليوم ايوه عندهم برنامج بنساعدهم فيه أيوة. عندهم دعوه لشركات لوزارات بنمشي قدامهم أيوة. ليه؟ لانه احنا بنحب المحل ما داير النادي يجيب ايوه كويس انا قدامك اقول لك كلمه قدامك أيوة. انا عابدين ده أيوة. من الليله بصرح قدامك لا داير رئيس اتحاد أيوة. ولا داير رئيس نادي ايوه داير النادي ده يمشي كده والسبق ده يمشي بصوره طيبه هل بيمشي بصوره طيبه انا معه بدعمه أيوة. واللي بيتلولو
لو بيجا ولدي اسلام ده ما بخليه بشتيت انا شو الورق. ايوه ايوه التحيه انا والله ليك التحيه. دايما اتكلم لك انا اتكلم لك ختاما عن دايما اتكلم لك شنو ان شاء الله دايما اتكلم لك عن قيادات في النادي ده. ايوه يعني الناظر محمد سرور محمد رملي. ايوه ده ود الناظر سرور رملي. ايوه السودة مصبب من الانجليز. ايوه قاعد في النادي ده من سنه 60. ايوه وعنده خيل جرت باسمه وخيل وكسب الديربي. ايوه وما غاب كله ولده أستنى راجل أكبر منك برضو كان نائب رئيس اللجنة دي واستغل منها الصعبة دي. ده لما دخل الصبر وبقى في مجالس إدارته الدولة العميقة ما كانت جاءت الحكومة سنة 89 ما كانت في ده الستينيات والسبعينيات. أيوة يمكن دخلت الدولة العميقة لإدارة الصبر يقولوا ده دخلت الدولة العميقة شيلوا برا. الليلة الناظر محمد صور الرملي عزم حكومة الصورة دي بتنادي بيسافر الجنينة عشان يحلحل مشاكل بين العرب والمساليت الشهر الفات. أيوة. والاسبوع ده شغال في الحكم المحلي هنا بيحلحلوا في مشاكل بين قبيله الهواوير والجموعيه دي نظاره اهليه. لما جاء المجلس التشريعي ما جابته الدوله العميقه جابته القاعده بتاعته رشحته دخلته المجلس التشريعي. وهم كاداره اهليه من اجل الوطن بيقوفوا مع اي دوله لمصلحه الوطن يعني. أيوة. لكن هو تاريخه بالسبب أقدم من ما تجي الدولة العميقة أكثر من 25 سنة. يبقى كيف جابت الدولة العميقة؟ أما السير عدلان ده أخوه الطيب عدلان والعمدة دي الناس الجمعية بتاع الانفتاح والمقوق ديل سارحين ديل أهل الدروع والخيل زي ما قال السيد عبد الرحمن أهل الدروع والخيل وبعدين من أطفال في صباط الخيل. السير عدلان ذول غيادي مك كبير جابته برضو القبيلة دخلته المجلس التشريعي لكن هو في الصبق من قبل الحكومة الإنقاذ دي والنائب والله العظيم انت ده لك اول حاجة حلقة توثيقية يعني احنا عندنا بقناة الملاعب الرياضية هنا حلقات التوثيق بيوثقوا لأي منشط لأي إداري لأي رئيس نادي سابق توثيقيات له لمشواره الرياضي في السودان. ان شاء الله احنا حنوصل لك حنطلب منك طلب عندك الموعد تختم بها جدا حنطلب منك طلب انه نجي نوصل لك في تفضلوا في اي وقت وعندي مستندات كراتين كبيره جدا من زمن من الستينيات الخيل جاريه جدا. طيب انا داير اقول كلمتين في حق شخصين. ايوه يا جماعه الناس دي يعني حقيقه الحقد. ايوه الحقد مظلوم. ايوه السيد الوالد على مسافه واحده. أيوة. من كل الاطراف. أيوة. اقسم بالله العظيم لما طلعوا لنا القرار بتاع ايقاف الجمعيه العموميه مشينا له انا ومامون احمد مكي. قال لو دارين تمشوا تشتكوا لرئيس القضاء الاداري البحري انا ما بتدخل في قصه زي في حين ان احنا مشينا مظلومين وفعلا في النهايه الحكم طلع لصالحنا لكن رفض يتدخل. والناس دي لو مرضي العنيون الوالد لبد هو فارس مننا ولبت من ميدان الصبغ ده وتاريخه في ميدان الصبغ من سنه كم و70 هذا انه كان بدل خلونا نستفيد منه عشان نخلي الميدان ده يبقى جنة وتطور وإضاءة ويسجلوا له ناس الخير يجنبوا طعنه. أيوة. خلوا لي طعنه كده خلوا الميدان اللي هو نحن مخلصين يا جماعة وأخونا مأمون أحمد مكي طبعا ما بقدر أوصف أداؤه وأوصف ولاؤه للمحل ده. أيوة. وعطائه للتاريخية. أيوة. والله ربنا يديك الصحة والعافية يا عمنا عبد الدين ونحن سعيدين جدا وأنت ضيف علينا في قناة الملاعب الرياضية وزي ما قلت لك ان شاء الله بعد اذنك دايرين نسجل معك حلقه تفضل تفضل. وكمان الكل عشان يعرفوا كيف مسيرتك الحافله ان شاء الله. سلام مشاهدين في خلال حلقه بنقول لكم الى اللقاء. السلام عليكم. شكرا.